مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، كي دوزتوا صيامكم؟ صيام مقبول لكم ولينا ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، غندوز معكم لواحد الكيكه اللي تجي لذيذه 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 وتجي واعره. زعما عشان نقول لكم انا جربتها عاد، بغيت نعاود ثاني نديرها معكم حيت عجبتني وبغيت نعاود نديرها معكم. هزيتها غير من عند واحد السيده حتى هي عندها قناه اللي هي سميتها ويام، يوميه ويام. غنحط لكم القناه ديالها، الصراحه تدير وصفات واعرين تعجبوني، وتنزلهم من عندها وتنجربهم. وصفاتها ناجحين ومتوله وتاويل واش نقول لكم، القناه ديالها تستحق انكم تفرجوا فيها. غنحط لكم القناه ديالها ودخلوا عندها وهاجموها وقولوا لها حنا من طرف امونه، راه الله يعمرها دار وعطي واحد السيده اش نقول لكم تستحق. زعما كاينين عندنا الناس بزاف اللي تستحقوا انهم زعما تتبعوهم، وكاينين الناس اللي ما تستحقوش انهم تشوفوا القناه ديالهم. وما شاء الله القناه تاعهم طالعه، والناس اللي تيكونوا محترمين والقناه ديالهم زعما زوين وتستحق انكم تفرجوا فيهم، والله ما عندهم مساكن المشاهده. المهم ما علينا، غنحط لكم القناه ديالها ودخلوا عندها. درت هنا تقريبا 5 معالق ديال السنيده، وغادي نزيد عليهم تقريبا 2 بيضات، وغادي نزيد عليهم 5 معالق ديال الزيت. غادي نطربهم مزيان، ومن بعد غنزيد عليهم العناصر الاخرين اللي هما 5 معالق ديال الحليب. دابا انا غادي نضيف المكونات بثلاثه وغادي نحركهم حتى نحصل على واحد الكريمه بحال هكا. المهم يذوب لي السكر. وغادي نزيد المكونات الاخرين اللي هما الحليب، ونزيد كاكاو، عندي معلقه ديال الكاكاو عامره، وعندي ساشي ديال الفاني وساشي ديال الخماره وحده اللي عندي، وعندي تقريبا كاس وربع ديال الطحين. غادي نطربهم مزيان وغادي نديرهم في المول وغنديرهم في الفران، الطبقه الاولانيه. وغندوز معكم للطبقه الثانيه، خليكم مع الصور ما تمشيو فين. خرجت الحلوه من الفران، شفتوا جات؟ انا ما بغيتهاش تجيني لايضه، بغيتها تجيني غير طبقه قليله باش يمكن لينا ندير الطبقه الثانيه. هي اصلا تجي حلوه رقيقه، ما تجيش منفوخه بزاف. صافي غندوز معكم للطبقه الثانيه اللي هي دانون. انا ما عنديش دانون مسوس، داكشي علاش درت غير هاد دانون واحد ديال الكريمي، جوج ديال المسوسين وواحد ديال هذا فعليا تسميتو البنات ما تجيش. المهم دانون صافي بيرلي. المهم غادي ندير تقريبا عندي واحد 3 المعالق ونص حتى 4 المعالق ديال هذا ديال نيدو. شفت الفات لي الهضره ديال نيدو. غادي ندير لهم 3 الكيسان ديال دانون، غير ما توفرش عندي البنات. قلت لكم الحلو ما نورمالمون خاصكم ديروا الحلو، ديروا كلشي حلو. انا درت دوك جوج مسوسين ودرت هذاك حلو. صافي غادي الا كنتو زعما بغيتو شي حاجه حلوه زيدوا واحد معلقه ديال السنيده. غادي ندير دوك العناصر بثلاثه بهم بجوج بهم تقريبا، دانون ونيدو اللي عندي. غنحركهم مزيان، نطربهم مزيان 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 مزيان،
ونديرهم فوق الكيكه، نسرحهم مزيان فوق الكيكه وندخلهم الفران. غياخذوا معايا في الفران ما بين 4 دقائق حتى 5 دقائق، غير نشوفها نشفات ليا من في الفران، نشوف الكيكه نشفات ليا ونجبدها. فاش نجبدها نخليها تبرد شوي ونزيد الطبقه الثالثه، وديك الساعه نقطع ونديرها في التقديم، في التبصيل ديال التقديم. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الطبقه الثالثه ورجع معكم. بعد ما خرجتها البنات من الفران خليتها شويه تتبرد ورجعت معكم الطبقه الثالثه. هنا فين اختلفنا انا وي ام درت ليها الفلو ودرت ليها واحد، المهم الا دخلتوا عند القناه غتشوفوا الوصف، تشوفوا الكيكه كيفاش درت ليها. انا غيرت، ما بغيتش ندير الفلو حيتاش اغلبيه الفلو كنديروا في وصفات بزاف، ما بغيت نغير، درت غير هذا الشكلاط هذا، درته في الميكرو اون حتى داب ليا، وزدت عليه دانون ديال الفلو ديال الكراميل وخلطتهم مزيان ودرتها طبقه من الفوق، وجات اش نقول لكم البنات، جات واعره واعره واعره. هاد الشكلاط هذا خطير خطير خطير، عرفتي راه خبيته على الدراري، قلت لكم البنات هاد الشكلاط زوين خبيته على الدراري في الفريق وماش ما يشوفوهش. المهم انا رجعت لكم بعد ما داب ليا في ميكرو اوند، درتو غير في ميكرو اوند، تيعجبني انا ندوب الشكلاط في ميكرو اوند. درت عليه اللوز مهرمش اللي مقلي عندي في الزيت، ودرت عليه دانون كراميل، تيعجبني هاد الكراميل هذا فشي فشي حاجه من الفوق، شي صوص من الاخراني تيجيو واعر واعر واعر. انا اصلا تنصايبت الصوص ديال الكراميل من بعد ونصايبها معكم البنات، غير انا ما بقاتش ليا داكشي علاش صايبت درت دابا غير هكا، ولكن حتى هكا راه تيجيو واعر، غير جربوه صافي. المهم غادي ندير الطبقه الاخرانيه وغادي نقطعها وغادي نرجع معكم باش تشوفوا المقادير. المهم بغيت غير نشكر واحد السيده بزاف على وصفاتها الزوينين اللي تنجربهم وتيكونوا ناجحين 100% اللي هي وي ام. شكرا لك وي ام بزاف على هذه الوصفه الزوينه، هذه راه الحلوه ديال وي ام. المهم غادي نرجع معكم فاش نقطعها، هاني رجعت لكم البنات من بعد فاش قطعتها بردت ليا، غادي نقدمها دابا تجي واعره، عرفتي ديك ديك الحلوه اللي تتكون مدغمره كما تيقولوا هكاك تتكون، عرفتي واعره واعره واعره. غير جربوها البنات وردوا عليا كما انا رديت على وي ام، قلت لها راه بنينه، انا تنقولها لها دابا قدامكم حتى نتوما بغيتكم تردوا عليا تقولوا لي راه بنينه. المهم شكرا لك وي ام بزاف، ثاني مره ثالثه تنشكرك. هادشي اللي كاين البنات، غنمشي معكم واحد الكريب صالي اللي كيجي زوين ونصايبوه في الدار بحشوه زعما يعني بسيطه، هانتوما غتشوفوا معايا، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. هاني رجعت لكم البنات،
من بعد فاش حطيت الحلوه ديالي في الثلاجه تربي نقدمها، رجعت معكم باش ندير معكم واحد الكريب صالي كسرونه فوق البوطه. غادي ندير غير واحد شويه الحريره ما تنكثرهاش. المهم عندي هنا واحد البصله غادي نديرها بشويه الزيت وغادي نشحرها مزيان حتى تطلق ليا مع مليحه، ومن بعد فاش نشحرها تشحر تبان ليا قريبه تطيب غادي نزيد تقريبا شويه ديال البزار، غير شويه البزار ما غاديش ندير العطريه نهائيا، شويه البزار ولا غادي ندير شويه خرقوم عرق، هادشي اللي غادي ندير. صافي مليحه شويه البزار وشويه الكوزه، صافي شويه ديال هادي اللي منا سميتها باقي ما تدوش عليا البنات الثومه بودره. صافي غادي نحرك دوك العناصر كاملين اللي عندي مزيان ونخلي البصله طيب لي زعما تشحر مزيان، وغادي ندير فيها الدجاج نحك شويه الكوزه، الا الكوزه غنحكها في الحشوه الاخرى. صافي اش من الحشوه المهم ما بديوش عليا. صافي غادي ندير غادي نرجع معكم بعد فاش تشوفوا الحشوه الثانيه. خليكم معايا ما تدوش عليا انا ما تماني غير نهيط روزاي. خليت التحميره كما تيقولوا هذيك تحمر لي فوق البوطه، خليت لدن تيطيب لي فوق البوطه، وجيت باش نعجن معكم واحد البطيبيطات اللي تيديروا في بانيني تيجيو واعرين بلا ما تبقاو تقرصوا وتخبزوا وتقطعوا، داكشي ساهلين تتكوروا وتحطوا تديروا في بانيني تيجيو زوينين. المهم غادي نعجنوا عاديين العجينه راكم مفطوها الخميره شويه الملحه شويه الزيت اللي سيور ديما نديروها في البطيبيطات باش تيجيو مفشفشين. صافي الخميره عادي ومعلقه سنيده صافي ونجمعهم بالماء غير هكا، ما غاديش نتعب كاع فيهم كاع ما درتهم في العجانه، عجنت غير بيديا انا ربع خطات تيعجبني العجن بيديا كاع ما تيعجبني نستعمل ديك العجانه تضرني في راسي. المهم غادي نعجنهم وغادي نخليهم شويه شويه، المهم غنكركبهم ونحطهم حتى يخمروا، ومن بعد ديك الساعه غادي نديرهم في بانيني. المهم انا راه تندير لكم هنا وتندير هنا، درت الكيكه هي اللي درتها في الثلاجه بردات، ومن بعد ديك الساعه درت الحشوه ديال الكريب، وجيت ثاني دابا تنعجن باش ندير معكم بطيبيطات. المهم تنضرب هنا وتنضرب هنا، فيديو واحد درت فيه كلشي، قلت لهم البنات فيديو واحد درت فيه كلشي. المهم خليت العجينه ديالي تتخمر شويه البطيبيطات اللي قلت لكم على جنب، وجيت باش ندير معكم الكريب اللي عندي تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده اللي شديتها ذوبتها في الميكرو اوند، وغادي نزيد عليها الحليب وغادي نزيد عليها تقريبا سنيده، عندي معلقه ونص ديال السنيده كبار حيتاش لا ماشي معلقه كبيره سمحوا لي سنيده، لا معلقه صغيره ديال السنيده غير على حساب اللون، وشويه الملح حيتاش انا كريب بغيتو يكون مالح ما بغيتوش يكون زعما يعني حلو. صافي غنزيد شويه الزيت حتى هي تجي زوينه غير شويه تقريبا واحد الملعقه كبيره اللي غادي نزيد حتى الملعقه ونص، شويه الملحه شويه السكر غير على حساب اللون والحليب والطحين على حساب الخليط. صافي غادي نديرهم غادي نخلطهم مزيان وجوج بيضات، هذا هو الكريب اللي اي واحد يعرف يصايب الكريب، داكشي علاش ما زعما يعني ما حقرش معكم فيه. صافي غادي نخلط كلشي العناصر اللي عندي وغادي ندير الطحين وغادي نطيبو معكم في المقله، ومن بعد ديك الساعه ندوز معكم الحشوه وغادي نزيد معكم غندير الحشوه خليتها تتبرد وغندوز معكم فاش غنبي ندير اش بغيت ندير شي حاجه اخرى. المهم خليكم معايا. Thank you.
البنات من بعد ما طاب لي الكريب ديالي غطيته وخليته غندوز معكم لاصوص بشاميل ما ندوش عليه اليوم. غادي ندير ملعقه كبيره ديال الزبده وغادي ندير عليها تقريبا جوج معالق حتى الملعقه ونص ديال الطحين، حيتاش ما غاديش نكثر لاصوص بشاميل، غادي ندير غير قليله باش غادي نعمر ما بغيتهاش تبقى ليا صافي. غادي نزيد شويه الكوزه ضروري، حيتاش السر ديال لاصوص بشاميل البنات هي الكوزه. الا كانت الكوزه شويه البزار تتكون لاصوصيه هذيك مقاده صافي. غادي نديرهم فوق البوطه، غادي نبدا نشحر الزبده ونزيد عليهم ديك الطحين، نبدا نشحر 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 حتى نحس بديك الزبده هي وديك الطحين ولاو ليا بحال هكا معجنين. عاد نبدا نضيف الحليب، نضيف الحليب وما نحبش يدي، نبدا نحرك 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 مزيان، يعني يدي ما خاصنيش نحبسها، غنحيد هذيك الملقه وغادي نجيب الطرب اليدوي هو اللي غادي يطرب ليا مزيان صافي. ما نحبسش يدي البنات من فوق البوطه باش تعطيني ديك لاصوص بشاميل، تعطيها ليا زوينه وتكون ناجحه صافي. وغادي نديرها باش غادي هي باش غادي ندير الكريب، تتجي واعره هي والدجاج، تتحطوا الطبقه الاولى وتزيدوا فوق منها الدجاج والفرماج من الفوق. اش غنقول لكم البنات، انا هذاك هو الكريب اللي تيحمقني، اللي تنحس براسي كليت كريب، هو هذاك بهذه الطريقه هذه باش تعجبني انا الكريب بهذه الطريقه. المهم خليكم معايا البنات، ما تمشيو فين، تنرجع لكم من بعد. بعد البنات ما بردت ليا لاصوص بشاميل غادي نبدا نسرح صافي. حطيت الفرماج، حطيت الحشوه ديالي اللي عادي الحشوه البنات، غير البزار مع شويه الملحه مع شويه الكوزه مع شويه الزيت شويه البصله والدجاج، عادي راه ما فيها والو. وصافي ودرت الحشوه الاولانيه اللي هي لاصوص اللي صايبت بشاميل، وزدت عليها الدجاج، ومن بعد زدت الفرماج من الفوق صافي. غادي نبدا نشم بحال هكا، ما بغيتوش ديروا الفرماج البنات راه صافي عادي، راه داك لاصوص راه دايره زعما راه مقاده راسها راسها. انا البنات غادي ندخلهم الفران، بغيت ندخلهم شويه الفران غير ماشي تيتحمروا، مي يتجمع داك الخليط الدخلاني وصافي ونخرجهم شويه. غادي نجمعهم دابا كاملين بحال هكا
وغادي نديرهم في الطاوة ديال الفران وغادي نخليهم تتقرب المغرب تقريبا بواحد 10 دقائق وندخلهم الفران باش نحطهم ناكلهم سخان. غنسالي معكم دابا البنات الكريب وغندوز معكم البطيبيطات اللي قديت باش نوريكم كيفاش صيبتهم. خليكم معايا ما تمشيو فين. تاني من بعد ما ساليت الكريب درته في الطاوه استفته في الطاوه كامل وغادي ندير عليه شويه الفرماج من الفوق اختيار بحال هكا باش يتعلقوا. صافي غنزيد شويه الفرماج من الفوق موتزاريلا مخلطين عندي وغادي نخليهم على جن نديرهم في الفران بارد ونخليهم حتى تقرب المغرب قلت لكم 10 دقائق ولا 15 دقيقه ونديرهم في الفران. صافي البنات قلت لكم نديرهم في الفران. المهم انا رجعت لكم باش خليت البطيبيطه تخمر ليا انا بديت تنلويهم زعما نكركبهم صغير ورينا البنات بعدا نزيد ندير لكم على هذه النقطه الصغير ورين حيت الشيء اللي بغيتهم تعمرهم صغار في الحجم الصغير ميني بطبوط غادي تشدوهم ديرهم صغير ورين غادي نقطع بهذا الشكل هكا. حاولوا تقادو بحال عندكم ميزان عبروا ما عندكمش راه عينيكم ميزانكم كما تيقولوا. غادي نبدا نكركب بحال هكا في الطحين وغادي نحطهم على جنب ونخليهم بانيني راه درتها تسخن باش نحطهم فيها سخان. درت بابي كويس ودرته في هذه في بانيني غير درتها وصافي عادي انا بعد خطات نطيب فيها صافي. دابا اني درت بانيني تتسخن قلت لكم راه درتها تتسخن غادي نبدا نحط البطيبيطات ديالي غنحاول نبعدهم شويه على بعضياتهم مش ما بحال هكا فاش راه خمروا مش فاش تهبط عليهم بانيني ما يكونوش تقريبا يكونوا واحد السباس قريب بحال هكا تكون بعاد منهم شويه وصافي. هادشي اللي كاين البنات غنسرحهم كاملين في بانيني عندي وغادي نورك عليهم ما نوركش غنحط غير بانيني بوحدها ونحاول انني نهز شويه بانيني هكا بيدي باش ما يولوش لي رقاق بزاف. انا بيتهم بطيبيطات يكونوا منفوخين راه تيجيو رائعين. صافي وديك الساعه غندوز معكم الحشوه اللي غادي باش غنعمرهم. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى نطيبهم ونرجع لكم بعد فاش نقدم معكم الحشوه باش غنعمر هاد البطيبيطات. البنات البطيبيطات تاعي هما طاب وراه حطيتهم غادي نقسمهم معكم اكيد باش تشوفوا وغادي ندوز معكم الحشوه باش غنعمرهم. عندي الكشير عندي بطاطا مسلوقه وعندي جوج بيضات مسلوقين وعندي قلت لكم الكشير وعندي الطون وعندي المايز وعندي شويه المعدنوس وعندي الفرماج وهاد هاد الكريمه باش عمرتهم دانون مسوس ميلقه ديال هذا ميلقه ديال المايونيز وجوج معالق ديال دانون مسوس وفرماجه مضروبه مزيان معاهم تيجي واعرين. جربوهم البنات هانتوما شوفوا البطيبيطه فاش تيجيو من الداخل واعرين وفشين كما تيقولوا طايبين. عرفتي شنو نقول لكم الله يلا حسن بدانا هاد القضيه اللي عجبتني احسن كاع من زعما يعني بقى نقرص ونقسم ونقاد هكا ساهلين. صافي غادي نعمرهم معكم كاملين صافي وتيجيو لذيذ. وهاد الحشوه هادي اللي درت فيهم بنينه جربوها ردوا عليا البنات.
صافي هادشي اللي كاين البنات. ساليت معكم الطبقين كما تيقولوا كاملين، غادي نقدمهم لكم، غنقدم لكم بواحد بواحد كما تيقولوا، وغملنا غنصد معكم فيديو ونخليكم مع الصور ونقول لكم شكرا لكم البنات اللي تجرب وصفاتي. بزاف الناس قالوا لي وجربنا وصفات ديالك، شكرا لكم بزاف البنات على خطكم عليا، والله يقدرني نكون خفيفه ظريفه على قلبكم ونكون ما نحشمكمش، نكون قد الثقه اللي دايرين فيا. خليت لكم الراحه، الفيديو تاني بحول الله تعالى، ولا عجبكم اكيد الفيديو خليوا لي واحد اللايك زوينه بحالكم، واحد الميساج اللي تيشجعني وتيخليني نزيد القدام. مهم هاني رجعت لكم، كنت غنقول لكم سلامة، ولكن بالي التقديم تقديم تقديم يا البنات، تقديم تيجيو رائع، نجربوهم وردوا عليا بطبيطات اللي بحشوه بنينه وهما تيصدقوا واعرين بنان بنان بنان، غنجربوهم ما غاديش ندموا عليهم. ولا عجبتكم قلت لكم اكيد الوصفه خليوا لي واحد اللايك، لايك عادي تفرجي في الفيديو وراك على ديك لايك، هادشي اللي كاين البنات. خليت لكم الراحه، الفيديو تاني بحول الله تعالى تشوفوا التقديم الاخر.